الانتصار. كان في رغبه كبيره واصرار كبير من اللاعبين من بدايه المقابله، شفناها سورتو في الان بريسينغ وريوسي. الحمد لله ترجمناها بهدفين في الشوط الاولاني. مردود كان غزير من اللاعبين الكل، كان في رغبه كبيره، كان في اصرار. توفيق كان موجود على مستوى نهايه الهجمه، على مستوى الكره الثابته، خذينا سباقيه 1-0 من سبب. الشوط الثاني نفس الشيء، حاولنا باش نلعبوا عاليين، نحاولوا نسجلوا اهداف، سجلنا هدف. برستاسيون محترمه برشا للاعبين الكل بدون استثناء. مجموعه كامله اليوم قامت مقابله محترمه لمراجعه في مسقط تصاعدي. ماهوش سهل البريز بعد الشامبيونا، التوقف تاع 6 اسابيع كانت البريز صعيبه. ليسونسيال الفريق قاعد يتطور، اكيد في العديد من النقائص اللي شاعرين بهم، ان شاء الله نمشيو في مسار تصاعدي ونتحسن المقابلات الجايه ان شاء الله. اليوم الخمسه مقابلات الاخيره، نشوف الخمسه مقابلات، الرجاء عمل 3 انتصارات وزوج تعادلات على 5 مقابلات الاخيره. الانطلاقه بدات عندها مده، وقت جينا مسكنا الفريق كانت سيتياسيون صعيبه، لكن الحمد لله قاعدين نقدموا حاجات نطوروا فيهم، في حاجات في نقائص. اليوم على 10 مقابلات، اليوم على راس الرجاء، هذا 8 مقابله كلين شيت، يعني 8 مقابله الرجاء ما تقبل حتى هدف، على 8 على 10 ماهوش سهل. هذا يدل اللي كون فما اي سوليديتي ديفونسيف، لازمنا نحافظوا عليها، نحافظوا على الناس تقاتل في وقت في وسط المقابله، الناس تجري اكثر من المنافس نربحوا في النهائي بتاعنا، لكن في نفس الوقت على مستوى التصرف الهجومي، على مستوى 30 متر الاخيره، في هامش كبير والتطور لازم نخدموا عليه. الموسم مازال طويل، العديد من المقابلات مازال، اهم شيء نكونوا شاعرين اللي كانوا نتطوروا ونحسنوا في الارقام تاعنا فرديا وجماعيا. نعم نوافقك في التدوير، مش عدم اقتناع، وقت تمشي 3-0 عندك 5 شونجمونات 5 شونجمون لازم تستعملهم. قطع النظر على اللاعبين، شكون روجيه ولا سريدا ولا جمال ولا اي واحد ينجموا يخرجوا، يعطيهم مساحه للاعبين الاخرين باش يبرهنوا على الامكانيات نتاعهم. اهم شيء اللي كانوا فما روح في المجموعه، فما اسبري ديكيب، فما رغبه كبيره من اللاعبين هذوما يحبوا يمشوا لبعيد. وقت تبدا فما الرغبه والاصرار والانفي، اكيد باش ترى اون ايماج محترمه اليوم، ايماج من ناس تقاتل اللي بداوا واللي كملوا. لكن في نفس الوقت لازمنا ناخذوا اللي كانوا فما نقاط لازمنا نطوروا فيهم، فما نقاط لازمنا نتحسنوا فيهم، وهذا ما يجي كامل العمل المستمر.